هذا البرنامج برعاية أورينت الإنسانية. أورينت بودكاست عند منتصف كل ساعة وعلى مدار الساعة. مساء الخير. منذ 20 يوماً تتواصل الأخبار والتطورات حول 6 سوريين تم إلقاء القبض عليهم في لبنان من قبل الأمن العام اللبناني من أمام قنصلية نظام أسد في العاصمة بيروت. تفاصيل كثيرة وأحداث انتشرت عن السوريين الستة ومطالبهم بإطلاق سراحهم، كان أبرزها ما نشره المحامي اللبناني محمد صبلوح يوم الأحد الماضي، وهي رسالة وجهها الموقوفون للعالم كله، حذروا فيها من خطر تعرضهم للموت في حال تم ترحيلهم إلى سوريا وتحديدا إلى مناطق سيطرة نظام أسد، مهددين بإقدامهم على الانتحار. آخر التفاصيل التي نقلها المحامي اللبناني كانت قرار المديرية العامة للأمن العام بترك الموقوفين الستة وخروجهم إلى الحرية وإيقاف ترحيلهم. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا في أورينت بودكاست المحامي اللبناني محمد صبلوح من نقابة المحامين في طرابلس لبنان والمتابع لقضية الموقوفين السوريين الستة. مساء الخير أستاذ محمد. أستاذ محمد عم تسمعني؟ مساء الخير. مساء النور، يعطيكم العافية. عافاك الله. أستاذ محمد، شو هي آخر التطورات بقضية الموقوفين السوريين الستة، وهل تم إطلاق سراحهم بالفعل؟ بالنسبة للموقوفين السوريين الستة، بعد الضغط اللي صار، الضغط الدولي وضغط المنظمات الحقوقية، مشكورين جميعاً. اسمح لي أشكر منظمة العفو الدولية، منظمة وصول لحقوق الإنسان، منظمة ألف، مركز إدارة لحقوق الإنسان، تدخل الأمم المتحدة وتواصلوا معي شخصيا وأرسلوا كتب للأمن العام نصحوا بعدم تسليمهم كونهم ممكن أن يتعرضوا للتعذيب. هذه الضغوطات اللي حتى الإعلام، اسمح لي كمان وصل شكري إلى الإعلام جميعا، الضغط الإعلامي كان له دور بارز، خلى مدير العام للأمن العام يطلع قرار بوقف الترحيل وأعلن عنه شخصيا هو بوكالة عبر وسائل عبر الإعلام اللبناني. رجعنا بعدين تابعنا الموضوع لحتى نشوف آلية إخلاء سبيلهم أو ترحيلهم على دولة تانية، وبلغنا منذ يومين بقرار المديرية العامة للأمن العام بإخلاء سبيل الموقوفين الستة أمس صباحاً وبلغنا بإخلاء سبيلهم جميعاً وتركهم، ووعدنا أنه خلال 3 ساعات سيتم إطلاق سراحهم جميعاً. أهلهم راحوا وبقيوا، بعضهم اللي أهلهم لبنان، 2 منهم بقيوا للعاشرة ليلا ولم يتم إطلاق سراحهم. اليوم رجعنا الأمن العام، أكدوا ملف منتهي وأنه هن خلال أوقات بس إجراءات روتينية قليلة سيخرجون إلى الحرية. نحن بانتظار تنفيذ هذه الوعود وهذه القرارات أمام المديرية العامة للأمن العام، واليوم نعمل على زيارتهم للإطمئنان عليهم، وهم يتصلون بي هاتفيا. اتصل بيني اليوم أحمد العيد وقال لي انه هن خيفينين، قلت له اطمنوا، نحن القرار باخلاء سبيلكم بين لحظه واخرى بيتنفذ وبتخرجوا الى الحريه ان شاء الله. ان شاء الله، وهذا املنا جميعا. استاذ محمد، في حال خرج الموقوفون السته لوين بدهم يروحوا؟ يا ترى رح يبقوا بلبنان ولا رح يطلعوا على دوله ثانيه؟ هلا هن كان انا بزيارتي لانهم معلش اسمح لي اقول عبر اذاعتكم وتلفزيونكم، أول ما قلتهم قالوا لي في حال طلع قرار ترحيلنا بدنا ننتحر ومضينا على أوراق، بدنا ننتحر عند الأمن العام. واحد. اثنين، الشباب خيفينين، من قالهم قلب يخلى سبيلهم بلبنان؟ خيفينين من الاختطاف، وقالوا ليها علنا. كانوا عم يطلبوا ترحيلهم إما إلى تركيا أو إلى أي دولة أوروبية، لأنه صار عندهم خوف لا سمح الله بأي دولة يطلعوا عليها يتم ترحيلهم أو تسليمهم للنظام السوري. اثنين، الشباب باسبوراتهم السفارة السورية لم تعطينا إياهم، الوحيد اللي خدنا باسبوره والده أخده اسمه عمار قزاح، أما الباقيين رفضت السفارة تعطينا إياهم بحجة ما في موافقة من الداخل السوري. هذا الموضوع هلا بإخلاء سبيلهم بلبنان، هل ستتم مراجعة المسؤولين أو السفارة السورية حول تسليم باسبورات ليصار إلى إخراجهم إلى دولة أخرى أو دول أخرى؟ نحن بانتظار هلا إخلاء سبيلهم، بيأخذوا بطاقة من الأمن العام، هي بطاقة خضراء
بيتم مراجعة الأمن العام كل أسبوعين لحد ما نوصل إما إلى يعني مغادرتهم من الأراضي اللبنانية إلى دول آمنة، وإما إلى بقائهم بلبنان. بس مثل ما قلت لك في عندهم مخاوف من أن يتم تعريضهم للاختطاف. طبعا هذا الكلام استاذ محمد كلياته حيتم بعد اطلاق سراحهم، ويا ترى قنصليه نظام اسد في صحيح. بيروت اذا اعطتهم الجوازات ولا لا. استاذ محمد، انت حكيت انك عم تتواصل مع احمد العيد احد الموقوفين السته، او تواصل معه خلال الفتره الماضيه. هل هناك اي معلومات عن تعرضهم للتعذيب او تسجيل اي انتهاك بحقهم في السجون او في مكان اقامتهم او في مكان احتجازهم؟ صراحة لما زرناهم الوحيد اللي قال تعرضت لضرب وتعذيب هو توفيق الحجي، وأنا ادعيت أمام النيابة العامة التمييزية بهذه الجريمة، وحدد جرائم أخرى على الشباب بمخالفات قانونية، بس الباقيين قالوا ما تعرضوا لضرب وتعذيب. اليوم أحمد العيد لما بيبلغني بيقول لي عم يصير تضييق علينا، منعنا من الاتصالات، عم يمنعون من الاتصالات، هذا نقلا عن أحمد العيد، وطلب مني زيارته فوعدته بالزيارة القريبة على أساس اليوم نحن هلا بعد محامي مكتبي تم زيارتهم للاطمئنان عليهم وابلاغهم، لانه ما معهم خبر قرار المديريه باخلاء سبيلهم فورا. استاذ محمد، حكيت انه الضغط الاعلامي والمتابعات والتقارير اللي صدرت من قبل المنظمات المحليه والدوليه حول ايقاف المعتقلين، والتقرير الشهير لمنظمه العفو الدوليه امنيستي حول لا تعد الى موتك، هل هاي المساعي هي وحدها كانت السبيل لإيقاف ترحيل السوريين الستة، ولا كان في غيرها؟ يعني كان في معلومات تانية، كان في إجراءات تانية منعت ترحيل هدول السوريين الستة؟ لا، أنا لبنان بتجربتي، النظام اللبناني بشكل عام الإعلام يؤثر فيه كثيرا، والضغوطات الدولية تؤثر فيه. يعني لما يظهر للاعلام وللمجتمع الدولي انه لبنان يخالف الاتفاقيات الدوليه، هالامر بيعرض مصالح لبنان للخطر، بيعرض انه، وانا من معلوماتي وبقول انه بعض السفارات هددت بقطع المساعدات عن الاجهزه الامنيه في لبنان نتيجه هذه الانتهاكات، وبالتالي صار من الواجب على هذه الاجهزه الالتزام بالاتفاقيات الدوليه، واي ملف بده يطلع للاعلام او للمجتمع الدولي سيشكل ادانه للبنان ما له مصلحه فيها. انا اعتقد هذه الضغوطات الاعلاميه والعمل الحقوقي مع منظمات حقوقية هو الذي أوصلنا إلى هذه النتيجة، على أمل أن نراهم خارج السجن وبإذن الله في الحرية، يعني إن شاء الله، إن شاء ونستمع الله. منهم إلى معاناة من تاريخ اعتقالهم أمام السفارة السورية وحتى خروجهم. إن شاء الله. أستاذ محمد، بعيدا عن موضوع الموقوفين السوريين الستة، بالأمس أوقفت الأجهزة الأمنية كمان بنفس السياق ولكن بمطار بيروت الشاب محمد عبد الله سعيد الواكد المنحدر أيضا من مدينة درعا خلال محاولته السفر لبيلاروسيا. طبعا مصادر إعلامية قالت أنه السبب يعود ربما لدخول الواكد بطريقة غير شرعية إلى الأراضي اللبنانية عن طريق التهريب. هل هناك أي تفاصيل لديك حول هذه القضية؟ أنا أبلغوني منذ ساعة بهذا الموضوع، بلشت بالإجراءات القانونية وأعمل طلب توكيل وراجع بملفه لدى الأمن العام وعلى اطلاع عليه أول بأول. في حال تم تحويل الواكد للأجهزة الأمنية، أستاذ محمد، شو هو مصيره؟ هل سيتم الضغط أيضا لإطلاق سراحه كما هو حال الموقوفين السوريين ستة، أم ربما يواجه بالفعل خطر ترحيله لسوريا أو لمناطق سيطرة نظام أسد؟ حسب معلوماتي أنه محمد سعيد الواكد مثل وضع الشباب اللي تم تسوية عام 2019، وبالتالي فهو معارض. سنقوم بنفس الإجراءات التي تمنع ترحيله، وسنضغط على السلطات في لبنان لعدم صدور أي قرار ترحيل كي لا نقع في الخطر اللي وقعنا له بالشباب الستة. إن نحن استلحقنا موضوع الشباب الستة مثل ما بيقولوا على آخر لحظة. نحن ما بدنا نعيد هذا الكرة مرة ثانية، مباشرة سنتخذ كامل الإجراءات لتمنع صدور مثل هذا القرار قبل صدوره كي لا نكون أمام خطر ترحيلي لا سمح الله. إن شاء الله. شكركم مجهودة، بانتظار أي تطورات بخصوص السوريين ستة وأيضا بخصوص محمد سعيد الواكد، المحامي اللبناني محمد صبلوح من نقابة المحامين في طرابلس لبنان، كنت معنا في أورينت بودكاست. شكرا جزيلا لك. أورينت بودكاست، عند منتصف كل ساعة وعلى مدار الساعة.